عندنا تذكار عظيم. هذا التذكار نقدمه لك. اي تبقى ذكرى من عائلتنا لحضرتك. اشكركم جدا اخ توني. اذا شكرا جزيلا لاي هديه. ما اعرف شنو هي نوع الهديه بس هي الهديه مقبوله. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم قال الهديه تقبل. الله اكبر. الله الله. طبعا هذه الهديه هي عبارة عن خارطة العراق للحضارات القديمة وبها رموز ودلالات لتلك الحضارات التي سادت في أرض الرافدين. شكرا جزيلا شكرا جزيلا لهذه الهدية الجميلة والرائعة. كيف تتصرف مع شخص يتعمد الشجار معك؟ شلون تتصرف مع هذا الشخص اللي يتعمد الشجار معك؟ بهدوء. بهدوء. أتصرف معه بهدوء بعقلانية. خلينا نشوف. لا أنا أريد شو تسوي هذا التصرف بهواية. أريد التصرف اللي هو هذا الفعل بأقسام. واحد من عندها يسموه احتمال أو جواب إحنا نسميه. شو تقول أخ حارث؟ أتركه. ها؟ أتركه. أتركه. أتجاهله. ألغيه. نعم موجود. أتجاهله صح. وحارث مع من نذهب؟ معكم أم معهم؟ مع من نلعب؟ ما نأخذه أنتو؟ يلا أخ حارث وأخ رغيف. شكرا أخ رغيف. وخلي نشوف الأخت صفا. كيف تتصرفين مع شخص يتعمد الشجارة معك؟ راشدي. أتحارك ويا راشدي. شنو الراشدي؟ لا الراجدي شنو معناه؟ يعني كفخة. لا مو يعني. الراجدي احنا بالعراقي عندنا راجدي. راجدي هو باللغة العربية او عند اخوتنا العرب شنو نقول؟ صفعة. ها؟ صفقة؟ صفعة صفعة صفعة. اصفعه. اعطيه راجديا. نعم اوقفه عند حده. حلو. والى شو تقولين؟ التعامل معاه بهدوء. ها؟ الهدوء. الهدوء. شنو يعني الهدوء؟ يعني عدم المبالاة. إن ما أطور من المشكلة. لا أطور من المشكلة معه. أتعامل معه. خطأ 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 وسدرة. شو تقولين؟ معرفة سبب الشجار. أسأله السبب. أنا أعرف السبب. ليش دا يتعارك وياه؟ صحيح. برافو سدرة. برافو. وأخ حارث مرة أخرى أسألك. كيف تتصرف مع شخص يتعمد الشجارة معك؟ أتحاور وياه. أتحاور معه. أتحاور معه. أتكلم معه.